يا طيبا وبذكره قد طابت الأفواه. يا طيبا وبذكره احتفالية كبيرة أقامتها منظمة فور شباب بمناسبة المولد النبوي الشريف بحضور عدد من الشخصيات والعوائل الذين جاءوا للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة. تواصلا مع احتفالات العراقيين جميعا بمولد سيد البشرية رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، أقامت منظمة فور شباب هذا اليوم احتفالها السنوي المعتاد على حدائق جمعية الشبان المسلمين، وقد حضرنا هذا الحفل المبارك وتمتعنا بسماع الأناشيد المتميزة بأصوات المنشدين الكبار أمثال منشد الرافدين الأستاذ محمد ناصر والأخ مروان صباح، وكانت أناشيد تغنت بحب رسول الله وتعداد مناقبه وفضائله صلى الله عليه وسلم. والحفل ضم عددا من العوائل وعدد من الأطفال شاركوا بهذه الفرحة وهذه البهجة المتميزة. هذه المهرجانات رغم هذه الأجواء الباردة تدل على الوحدة والتلاحم بين أبناء الشعب العراقي بمناسبة المولد النبوي الشريف، وهذا المهرجان هو كسلسلة المهرجانات الأخرى لمنظمة فور شباب العالمية فرق فور شباب العراق، وهذا من باب إدخال السرور والفرحة على قلب المسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في هذا المهرجان وفي كل مهرجان آخر. أناشيد ترنمت بحب سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، قدمها مجموعة من المنشدين الشباب الذين أحيوا هذا الحفل، فضلا عن توزيع عدد من الهدايا والجوائز القيمة على العوائل المشاركة. جينا اليوم إلى جمعية شبان المسلمين في بغداد لإقامة هذا الحفل الكبير والمبارك بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبرعاية حملة شباب العراق للحج والعمرة وفور شباب وفي جمعية شبان المسلمين. كان الحضور مبارك وطيب، وأسعدنا جمهورنا الحبيب صغارا وكبارا بمشاركة أخواني وحبتي المنشدين، وإن شاء الله دائما نكون سعداء وفرحين ونقدم لجمهورنا الحبيب ما هو جديد. هذه المهرجانات هي تقرب الفنان الملتزم من الجمهور، وبنفس الوقت إدخال السرور على قلوب الناس الملتزمة خصوصا العوائل الملتزمة، يعني إضافة روح مرحى وبعض المعاني السامية إلى نفوسهم وإلى هذه التجربة. ما زالت الاحتفالات مستمرة بمولد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، لتتميز هذا العام بجهود لإغاثة النازحين ومواساتهم، إضافة إلى فعاليات دينية ترسخ مفاهيم الاقتداء بالحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.